السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله الشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معكم اخوكم خالد الشملان، مصور بحريني ومدرب تصوير ومعالج صور. اقدم حلقات يومية في هذا الشهر الفضيل. هذه الحلقات منكم ولكم، ان شاء الله انتم تستفيدون منها. تقدرون تلاقوني على السوشيال ميديا، على الانستغرام خالد اندرسكور الشملان، او على السناب شات كي شملان. اتشرف في متابعتكم لي. حلقة اليوم حلقة مرتبطة بحلقة الامس، وهي طريقة سحب الغيم أو عمل الإيحاء الحركي في صور لاندسكيب بدون استخدام فلتر. في حلقة الأمس كان في تقنية، حلقة الأمس كان فيها تدخل للفوتوشوب. اليوم بنرويكم بدون تدخل الفوتوشوب، والنتيجة راح تطلع في الكاميرا بشكل مباشر. خلونا نشوف هنا، إحنا في اللوكيشن، خلنا نرويكم الطريقة بكل تفصيل وإن شاء الله تستفيدون منها. خلونا نبتدي. عندنا المنظر هذي أمامنا. طبعا الغيم بدأ يتلاشى نوعا ما، فوق صار في المنطقة الفوقية كلش، ف ما راح نسوي على الغيم، راح نسوي الإيحاء على الماء. تمام، اعتذر على الأصوات اللي دار مداري. طبعا انا في منطقة عامة وما اقدر اتحكم فيهم. عموما اني هنا عند الكاميرا راح نسوي تكويننا بهذه الطريقة. شوف شلون التكوين بيكون بهذه الطريقة، وراح نصور الماي، نسوي عليه إيحاء حركي، راح ننعم الماي، نسوي شكل جميل مع هذا الغروب الرائع في الخلفية. فعندي الكاميرا هني، أول شيء راح أسوي راح أحط الكاميرا على المالتيبل إكسبوجر. شوفوا شلون هني، خلنا نسوي فوكس، نسوي لكم فوكس. تمام، راح أحط الكاميرا على المالتيبل إكسبوجر مثل ما نشوفها. أدخل هني هذه على النايكون، ايضا الكانون عندهم نفس الشيء. ندخل على المالتيبل اكسبوجر وراح اخليه اسوي اون. تمام، اون سينجل شوت. الكانون بيخلونه اون افريج. تمام، اون افريج، احنا اون سينجل شوت اللي هما النايكون. تمام، نمبر اوف شوتس ادخل عليه اخليه 10. تمام، مثل ما هو مبين. اوتو جين راح اخليه اون. حلو، بعدين راح ادخل على الانترفال تايم شوتينج. انترفال تايم شوتينج، تمام، او يا انا ادخل على الانترفال تايم شوتينج حق الكاميرات اللي فيهم انترفال. حق الكاميرات اللي ما فيهم انترفال راح نصور باستخدام الريموت. ندخل هني على الانترفال، راح اخلي الانترفال ثانيه واحده. تمام، اقول له اوكي، وراح اخلي النمبر اوف شوتس لما ادخل هني نمبر شوت بيكون 20 شوت. تمام، 20 شوت صورة واحدة، اقول له اوكي واي، اضغط ستارت. بس طبعا قبل اضغط ستارت في اعدادات معينة لازم اسويها للكاميرا علشان تعطيني الايحاء الحركي، راح نرويكم اياها الحين. تمام، اعدادات الكاميرا راح نخليها على الانفو هنا عشان نرويكم الاعدادات. تمام، الابرتشر راح اخليه 22. الغالق نبي نخليه ابطا شيء، طبعا راح اصور على المانوال مود. تمام، اصور على المانوال مود، راح اخلي الابرتشر على 22 والايزو على اقل ايزو ممكن. تمام، طلع عندي هني يعني اعطاني نقول 1 على 6 او 1 على 10. 1 على 10 لو اصور مثلا 10 صور متواصله باستخدام المالتيبل اكسبوجر راح يعطيني الايحاء الايحاء المطلوب المفروض. تمام، ندخل، راح ادخل هني على الانترفال. تمام، اول شيء المالتيبل اكسبوجر راح اخليه اون مثل ما قلنا سنجل. تمام، وبعدين الانترفال، اول ما اخلي الانترفال اطق سويت انا السيتنج مال الانترفال بساعه مثل ما رويتكم. الحين راح اضغط ستارت، اول ما اضغط ستارت راح يصور لي 10 صور متواصله. اضغط ستارت، ثانيه، ثالثه،
الثالثة الرابعة على ما جرى. تمام، أعطاني النتيجة. يمكن النتيجة مو واضحة هنا، راح نحطها لكم على الشاشة. نتيجة 10 صور نعم للماي بشكل معين، ولكن ما هو بكافي، فننتظر شوية أكثر النور ينزل على أساس أن نحن ننزل الغالق أكثر من كذي، ونقدر نحن نسوي إيحاء أفضل من هذه. ننتظر شوية وراح نعيد العملية مرة ثانية. تمام، انزلت عندنا الشمس ونشوف، وصار عندنا التاريخ مدة 2 دقيقة على ايزو 22، فتحة العدسة 22 والايزو اقل شيء. راح ارد اسوي الاعدادات مرة ثانية، الانترفال تمام، بخلي المالتيبل اكسبوجر اون، وراح اخلي الانترفال ستارت تمام. راح يصور لي 10 صور، كل صورة مدتها 2 ثانية، ويدمجهم كلهم مع بعض، وبعدين يعطيني النتيجة النهائية. إن شاء الله تكون نتيجة مرضية. قال يصور. طبعا هذه العملية، هذه النتيجة طلعت عندي بس مو واضحة، راح أحطها لكم على الشاشة. طبعا هذه النتيجة ممكن ان الواحد يسويها وهو يعني مو بشرط بدون فلتر، حتى مع فلتر، ولكن مو قادر يوصل حق الشاتر المطلوب، فيقدر ان هو يسويها على اساس ان هو يوصل مثلا واحد قاعد عنده ND4 او ND6 ما يسمح له ان هو يبطئ الشاتر بالرقم المطلوب، فتقدر ان تستخدم هذه العملية للوصول للشتر المطلوب والوصول للنتيجة المطلوبة من الكاميرا دايركتلي. هذا كل شيء لهذه الحلقة، أتمنى أن تكونوا استفدتوا، ولا تنسون شير، سبسكرايب، لايك الفيديو، خلوا الفائدة تعم الجميع. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله بكرة.